مشاهدينا الكرام، مساء الخير وأهلا بكم. خلال هذا اليوم كانت العوامل الجوية ملائمة لظهور ضباب محليا كثيف بالشمال والجنوب الشرقي في الصباح، مما تسبب في انخفاض مدى الرؤية أفقيا إلى ما دون 100 متر بعد تقشع ضباب. وكما يبين لنا تسلسل صور القمر الاصطناعي، كانت سماء مغشاة بسحب عابرة على كامل البلاد. الحرارة توصلت مستقرة، كانت من 16 إلى 20 درجة، سجلنا 18 بتونس. بالنسبة لهذه الليلة، سحب عابرة على كامل البلاد مع ضباب محلي في آخر الليل. الرياح تتواصل من القطاع الجنوبي ضعيفة إلى معتدلة. الحرارة من 6 إلى 10 درجات في حدود درجتين بالمرتفعات. يوم الغد إن شاء الله هذا بمحلي في الصباح، ثم بعد سحب بأغلب المناطق تبقى الحرارة مستقرة في حدود 18 درجة ببنزرت وبتونس الكبرى، بإقليبيا 17-18 بنابل، بزغوان 17 درجة، بالشمال الغربي في حدود 15 بتبرقة، 17 بباجة، 18 بجندوبة، 17 بسليانة، بالكاف 16 درجة، 11 بتالا، 15 بالقصرين، بالقيروان 18 درجة، بجهة الساحل سوسة والمنستير 18-17 بالمهدية، بصفاقس في حدود 18 درجة، 17 بسيدي بوزيد، قرقنا 18-17 بجربة، وبقابس مدنين 18-15 بقابسة، 17 بقبلي، توزر 16 درجة، بتطاوين 17، وبأقصى الجنوب 19 درجة، تصل إلى حدود 20 ببرج الخضراء. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، بالشمال ريح شمالية غربية فجنوبية غربية، سرعتها من 10 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب. بخليج الحمامات وبجهة الساحل، الريح من القطاع الشمالي من 10 إلى 15 عقدة، أي ما يعادل 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة، البحر قليل الاضطراب. بمنطقتي الشابة وخليج قابس، الريح تكون ضعيفة فمعتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 عقدة، تكون شمالية شرقية فشمالية غربية بمنطقة الشابة من القطاع الشرقي بخليج قابس، والرؤية تمتد من ميلين إلى 8 أميال بكافة مجالاتنا البحرية. توقعاتنا الجوية ببعض المدن العربية والأوروبية، حرارة نسبيا مرتفعة بنقصت 30 درجة، سماء صافية، 25 بأغادير، طقس باستقرار، بريبات وبدر البيضاء 19 درجة، 20 بمراكش، سحب عابرة بتلمسان 17-18 بالجزائر العاصمة، بعنابة 17 درجة، سحب قليلة بطرابلس 17-18 بمسرات، ببنغازي أمطار ضعيفة 19 درجة، 15 بالإسكندرية، سحب قليلة بالقاهرة 12، بالبقاع المقدسة في حدود 20 بالمدينة المنورة، 27 بمكة، 24 بجدة، 23 برياض، طقس في استقرار، بأبو ظبي 29 درجة، سماء صافية بالدوحة وبالكويت، بغداد 13 درجة، ثلوج بعمان 4 درجات، 4 درجات أيضا بالقدس مع بعض الأمطار، درجة تحت الصفر بأنقرة، أمطار بإسطنبول 6 درجات، سماء صافية بأثينا 12 بإيطاليا، سحب قليلة بنابولي وباليرمو، سماء صافية بروما 13 درجة، 10 بميلانو، ثلوج بلوكسمبورغ، جنيف وليون، سحب قليلة بباريس 11 درجة، 9 بلندن، 11 بنانت وبوردو، 10 بتولوز مع بعض الأمطار، برشلونة 16 أمطار، ببيلباو وفالنسيا، وسحب عابرة بمدريد، ملقا ولشبونة. تطور الحالة الجوية للأيام القليلة القادمة. بالنسبة ليوم الأحد، بعض السحب بأغلب الجهات تكون أحيانا كثيفة بالشمال، الرياح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة القصوى تكون من 14 إلى 18 درجة في حدود 12 بالمرتفعات. بالنسبة ليوم الاثنين، سحب عابرة على كامل البلاد، الرياح تتنقل تدريجيا لتكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر يتواصل مضطربا بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة في ارتفاع طفيف. شروق الشمس يوم الغد بإذن الله في الساعة 7:23 دقيقة، وغروبها في الساعة 5:05 دقائق. أوقات الصلاة اليوم الغد الموفق ل 11/1435 هجري، الصبح بداية من 5:50 دقيقة، الظهر منتصف النهار و 21 دقيقة، العصر الساعة 2 بعد زوال و 46 دقيقة، المغرب الساعة 5:07 دقائق، وصلاة عشاء بإذن الله في الساعة 6:38 دقيقة. لمزيد من المعلومات والإرشادات والحصول على أكثر معطيات، بإمكانكم الاتصال برقم الموزع الصوتي، زيارة موقع الويب، أو بعث إرسالية قصيرة على رقم 85-12. في الختام، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.